ايغا قورا وا وعل وعل للي وا المسينو وا المسينو المسينو دالي وليبا والله المحاران وي قفكي مانتا عالان كان نجاستا ايكو عار دي جيسادا على شباب يسو مالان اي وروتان هدي لغو واركو ادو لاس عانود حتى براها بلشادا ايري كسو غوريا وحاتاي وعل وعل للي او المسينو المسينو دالي انا قولي مقال كان اسكارسيه جو جو كلانتي وعنا وناكسا صاحبا يالا سود وادا ميلكا سادافا دويا دا كتشوكتان وحان اركي اما دبعنا نوتشي دي مالمحن برامج هراء ياتشري و قبضة الربهانتا و عالنكي نيشاستاها يارقاقي حسادة سومالي لان وضا تي و دبعان ايانا قبل كسول لوحي راي هل ميدا ينيشيغو عالن كان أرجع حسابا سوماليلان وعلن أمدى لوح السوقي وعلن ليك كدعتي وعلن أمدى لوجود المياي ما أنت وأن مامله هاي أو علن كيجي إيه ببناي أمد حوينا عن ليه أو جار أنو استعكسنا هل مدرين شيء غيره ما أنت قفك ربعنتا علن كان يجاستأه وط علن كان يجاستأه علن كان على الدأه وعلنك أرجعك يصير سومالي لان أنا عدت كلك موضوع علنك كفارت أي ورطه هدي أد لا رهي وتعير سنها المجرع جرع دلعي باتها سببت حتى إيج ملهد دميرنا ملهد وعل باتها إيش الصوبان إن عم باشوا كلا لميتها فرطانه كلا لميتها وحد لميتها إندو وحد لميتها دتك شركو دك جناح صدام قبل يرير أيها الشلي قلبوا حاي سمايين على مقال أيه براها بلشرة كصوفافين مقال قاسوها يقول إذا ماذا أرجع حسر السمال لما تغير سنة إن على ذي كده عليه والله ما قبل هذا يرير ويا عرارين مركي تبى وحاء أيه عدين دك ماذا قربت إسلام مركي بقى تلي جورعيه تليها قبل كعين البوليس كيس سي خاتمه أيها خد كتلف ككورة حلوان على سوق منايا ما انطلق بلاه على ك كفارته على ك ليجي دتك يجو كم موضوع حدا تغير سيد وعل وعل لا يبعتاي البانت إلى الحلال متي والله يقر ما أنت حدا البانت حلالتاي ورما علن كي أديك دت كي يقل وجود لي ما علن كي دت كي أيوب قد قلين مياد وضتها ورما وعل باتاي ورما المخنيس باتاي ورما أي دلا يبعت labadan gabdhood dabcan waa la soo qabtay wudwud baana laga soo qabtay degmada wudwud baa laga soo qabtay hawdka in anigu la xiraan raba calanka nijaasta ah calanka yahuuday iyo calanka yahuuday calanka argagixisay saaqlaan wallahi calanka yahuudaan jecelahay tusaale ahaan meel kasto koox argagixisay ay ka taliso tawxiidka been baa laga sheegaa kooxda argagixisada al shabaab tawxiidka calankooda ku yaala been bayna ka sheegan oo magacii ilaahay bay ku ciyaarayaan sidoo kale maamulka isaaqlan calanka tawxiid baa ku qoran laakiin iyadoo tawxiid ku qoran yahay bay dad lagu dulmiyay dadna lagu laayay war ma calankii umadaadu ay magaaladaada lagu baabiyay dadkaaga la wax suuqay umadaadu ay u godgashay qaarna maanta xubnahooda muhiimka ay socon la yihiin ay kulligood naafay yihiin miya taageeraysa nacaladii kugu dhacday nacaladii korkaaga ahaato ما أنت لقى بلابو، أما ساعة لقى بلابو، تلي جورة يسياد ينقى سياد إذا هيستا، هني ده ينقى عسنا يا، علن كان نجاس تاني نجاس تقول شيء أرجع يصير يساقلن قف كي لغو أركو إلا دلافي عن دل أما حبس داين لغو حكمه، مقال قف صحيح قبلها نكرت قف. لبضن قبل ذو حالك لبضن قبل ذو حالك لها حمدي أحمد شاشة عليه ينمي أجمل محمد. مقال كان وحيسكدو بين شنصع كهر وانا مقال قرنت مسلماء لبضن قبل ذو حالك لها حمدي أحمد شاشة عليه ينمي أجمل محمد. مقال كان وحيسكدو بين شنصع كهر وانا مقال قرنت مسلماء ومواطنين رئيس السياسي خاتمة بلسي مقال كان أي كل يهدين جذهان وحو فرحت قلنا يا عدو الدولة قبلت كرئيس السياسي خاتمة وحنا مروجي وركتالك كريبي يا جذهان شعب كحين داب كا دولة قبلت كرئيس السياسي خاتمة تلسك قيبت بوليس كا يلا مها أمني جا دولة قبلت كرئيس السياسي خاتمة يا كهول قايس وقبش هذا قبلها نه تلسك قيبت بوليس كا وهو جامين يتريا قيبت قبل كسول يا عاصمة دا وحو كهول لنا dowki saacadoodii u dambeeyay soo qabashada gabdhahan sameeyay kiiska qaranka muslimada ah kuwaas oo markii ay ka war heleen in laamaha amniga ay baadigoob ugu jiraan ka baxsaday magaalada caasimada ah ee dowlad goboleedka SSC Khatumo balse nasiib wanaag waxaa lagu qabtay magaalada Wurwur ee gobolka Cayna isla dowlad goboleedka SSC Khatumo waxana iska kaashaday soo qabashada dadaliyaasha qaybaha soon iyo Cayna ee dowlad goboleedka SSC Khatumo hadda waxay gabdhahan ku xireen
hadda waxay gabdhahan ay ku xiran yihiin magaalada Woodward waxaana la horgeyn doonaa sharciiga kiiskan ayaa waxa uu noqonaya kiiskii shanaad ee qaran dumisnimada ee muwaadiniinta si Khatuma si ciyaar ciyaara ama si qaran dumisnimada ay sidan oo kale muqaal iskaga duubaan okay muqaalka halkaas aan ku joojinayaa hadda dulbaanta xalaal tahay hadda tahay qof loo soomo loo salaado macallinkii umadaada lagu laayay miyaad macallinkii umadaada lagu xasuuqay umadaada lagu laayay laas aanu saan uga dhibaatadii laga soo maray war ma umul baatay loo shadhawiita war dulbahanto war miyaad waalantihiin xagee u socotaan war macallinkii muuse juudaan ama muuse kufaar uu umadaada ku laayay miyaad taageeraysaa qof kasta oo dhulbaanta oo calanka argagixisada Soomaaliland lagu arkay ee laas aanood jooga oo baraha bulshada muuqaal ku soo fasaxa in la dilaa fiican anigu dil baan u qorshay haddaa dishid wallahi ajar iyo xasanaad baad helaysaa khayr baad helaysaa ifii aakhirada ilaahay baa ku naxariisanaya qof kasta oo argagixisa ah qof kasta oo daalim ah qof kasta oo ay dhalay ah haddaad halkaa ka toogatid wallahi ajar iyo xasanaad baad helaysaa rag iyo dumar qof allaala qofkii lagu arko calanka nijaasta ah ee beelaha isaaq in la dilaa waajib ah in la googooyaa waliba waajib ah taliya gowrac ama taliya siyaado muuqaalkayga wad arki doontaan dad badan oo waxa jira jawaabiso isqarinaya oo galbeedka iyo bariga soolba jooga oo ilaa iyo hadda huursan laakiin way soo baxayaan laakiin qof allaala qofkii calanka lagu arko qof allaala calanka nijaasta ah wata in la dilaa waajib ah calanku waa calan fadaraysan waa calan dulmi ku dhisan hedimiyad waalantahay war malaas caanadu dhibaatada ay soo martay baad ilowday war dadkaaga in calanka lagu laayay soo moog war heedhe walaal ama walaashee dadka laas caanood ku nool in calanka argagixisada Soomaaliland ummadda lagu gumaaday miyaadan ogeyn war ummadda in la barakiciyay miyaadan ogeyn war miyaad waalayd mise ilmusino dhalay baata hal mid baa maanta iga qoror baanto wallaahi billaahi tallaahi anigu waxaan ogahay dulmigii nalaga galay ee isaaq uu naga galay waxa ka xun maanta 2024 iyadoo la joogo calankii nijaasta ahaa calankii kufaarta maanta qofkii qaata waa wacal iga qoro waa wacal wacal lalay waa ilmusino dhalay weliba wallahi ilmuxaaraan weeye qofkii maanta calanka nijaasta ah ee kooxaha argagixisada Al-Shabaab iyo Soomaaliland ay wada wataan haddii lagugu arko adoo laas caanood xataa baraha bulshada erey ku soo qoraya waxaa tahay wacal wacal dhalay oo ilmusino dhalay anaa kuleh muqaalkaana isgaarsiiya jaw jaw.